السلام عليكم. بالنسبة يا أخوان، أنا أتوقع أن يكون فيه أسئلة راح تكون كثيرة على هالطريقة دي، يعني أنها متعبة أو أنها تأخذ وقت. أنا حسبتها على شغل العمال عندي، العامل الواحد في اليوم يخلص 60 شجرة، يخلص 60 شجرة بهذه الطريقة. يعني في يوم واحد يخلص 60 شجرة، يعني نقول تقريبا ممكن في الساعة تقريبا ممكن 10 شجرات أو حولها ما يقاربها. طيب، هذه عبارة عن مرحلة متقدمة من بعد عملية التقليم. هذه الشجرة دي في عندها مرحلة متقدمة، يعني بدأت النموات تظهر. هذه عبارة عن الفروع المستهدفة بدأت تظهر. طبعا احنا راح نستخدم اللي هي طريقة انتخاب الفرع القائم. الفروع الجانبية مثل هذا الفرع مثلا راح نستبعد هذا الفرع، هذا الفرع راح يستبعد. وكذلك نحسب حساب المسافات ما بين كل فرع وفرع، وبالتالي تصير عندي الفروع المستهدفة كل بها عبارة عن فروع قائمة الزاوية سهلة الخدمة، وبإمكانك أنك تحدد حتى طول الفرع. بالنسبة للسنة القادمة بإذن الله تعالى راح تكون العملية سهلة جدا، أسهل من هذه الطريقة. بعد ما ينمو الفرع يتم مثلا، لو افترضنا أن هذا الفرع نمى بشكل كبير جدا وخلاص أخذنا من الثمار، السنة القادمة بإذن الله تعالى راح نقلم من هذا الجزء بس فقط، من هنا نترك عين أو عينين فقط عشان السنة الجاية راح نربي عليها بنفس الطريقة. وبالتوفيق للجميع، محدثكم فايز النفيعي.